لا تجف دموع الأمهات عن البكاء في حرب غزة، ولا تتوقف المجازر الإسرائيلية في استهداف الأطفال والأبرياء والمدنيين. نتواجد هنا في منزل عائلة أبو جاسر، هذه العائلة التي فقدت طفلتهم في قصف في غارة إسرائيلية في شارع الهوجة في قلب مخيم جباليا. في هنا في قلب منزل عائلة أبو جاسر نستضيف معنا عبر قناة الغد والدة الشهيدة ليان أبو جاسر لنتحدث عن ما حل بهم في هذه الغارة الإسرائيلية في قلب مخيم جباليا. أعظم الله أجركم. الله سعيكم أخي. احكي لنا شو كيف ليان، شو اللي صار معها؟ أنا والدة الشهيدة ليان أبو جاسر، هذه بنتي عمرها 12 سنة الله يرحمها. طفلة طفلة لسه صغيرة، شقيانة معانا في الحياة، من تولع معي النار بهدلين لها فترة بتعاني، يعني يوم زقنا خليني أطلع شوية، أطلع في الشارع أنا بخاف أطلعها، يعني مفيش أمان عندنا بغزة نهائيا. قلت لها روحي بس ما تطوليش، روحي اشتري وتعالي ورا الدار، يعني بسطة بتروح تشتري منها وبتروح. راحت بعد بشوية، بدي منها شغلة، بقول لهم شوفوا ليان، كان معها مفتاح بدي إياه، شوفوا ليان وين ليان، طولت ليان، صار القصف. بعد بشوي اللي هم برنوا على أبوها بقولوا له بنتك صاوبت. بعد شوي لهم بحكوا لي انه ليان استشهدت، كان طبعا صدمة كبيرة. بنتي يعني تعبت هاي ليان، عليها، يعني هاي صورة هاي ليان. بنتي، هاي ليان بنت بريئة عمرها 12 سنة، ايش عملت، ايش ذنبها في هالحياة الله يرحمها. كيف كانت يعني؟ كانت ليان هيك شخصيتها قوية وحقانية معروفة في الحارة، الكل بحبها، كان بس واحد يقول بده إشي على طول تطلع، عمامها يحبوها. بس كانت آخر فترة أحسها زهقانة، تقول لي زهقت هالعيشة، من النار للضب للشغل، لما زهقت أقولها شو بدنا نعمل. كانت هي اللي تولع لي النار وتكسر معاي الحطب، تنقل المي يوميا. أقولها يما خلص الله ما عطناش أولاد، أنت الكبيرة أنت اللي بتفهمي. الله يرحمها، ما بقولش غير الله يرحمها وحسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمها. يعني أختك ليان، أختي ليان كانت توأمي، أنا وياها نفس الشكل، الكل بيقول لي أختك اللي استشهدت توأمك، أقول لهم آه توأمي، عاد أنا أكبر منها بس عشان شبهي نقول أنا وياها توأم. طبعا أنا زعلت عليها أنا كثير كثير كثير، لمجرد لحتى الآن إحنا مصدومين مش عارفين إيش نعمل، نفسها لحتى الآن أروح أطولها من مش عارف ايش احكي. انا هذه اختي، اختي هي امبارح كانت اكبر صدمه لنا انها هي استشهدت، بقت طالعه راح تشتري وبعدين استشهدت، صدمنا كثير طبعا ما عرفنا ايش نسوي. خلينا نصيح. رحمة الله عليها. نعم، يعني ليان طفلة فلسطينية من شمال قطاع غزة، حالها من حال الأطفال الكثيرين بل الآلاف من الأطفال الذين تم استشهادهم في هذه الإبادة الجماعية في حرب غزة. هنا من منزل عائلة أبو جاسر ومن منزل الطفلة الشهيدة ليان أبو جاسر، محمود أبو سلامة لقناة الغد شمال غزة.